السلام عليكم سي بيزاف. عليكم السلام. اش واقع ياك؟ لاباس. بغيت نسولك على هاد الغلا ديال المعيشه. شفتكم ما درتي لينا حتى شي حل. الا ممكن تجاوبني، كتسول على الغلا ديال المعيشه خاص في المغرب. اذا هادشي كلشي واضح، كلشي باين. اذا الاسواق غاليين وشي غاليين، السبب هادشي راه مرتفع عامه في العالم كامل. الاسواق ديال العالم فيهم هاد الغلا، وفي نفس الوقت هاد المشكل ديال المعيشه غاليه في المغرب. كنحاولوا حنا دائما نفكروا نحلوا لكم هاد المشكل، دائما الطموح ديالنا باش نحلوا لكم هاد المشكل. ولكن ما عندكم ما ديروا حاليا الا شويه الصبر، وان شاء الله ونتمنى ان شاء الله نديروا لكم شي حل خاص ربما في رمضان ان شاء الله. شنو؟ باز الله يلا باز لكم، بالله باز لكم. مطيشة 260 ولا 300 درهم، اللحم غالي حتى هو 2600، الزيت غالية، البوطة غالية، كل شيء غالي. نتوما فين غاديين بهذا الشيء؟ ترى حشوم عليكم والله إلا تحشوم بالله. احنا كل مرة كنقولوا يكون لحم، كل مرة كنقولوا لا هذا الشهر غادي يكون لحم، ما شفنا شي حل حتى شي حاجة. والله إلا تحشوم عليكم بالله. دقنا بيكم، صوتنا عليكم، درنا النية ديالنا معاكم، في الاخر وصلتوا للبلاصة اللي بغيتوا وقلبتوا علينا. حشومة عليكم، حشومة عليكم هادشي اللي كديروا. راه إلا بغيتوا يحبكم الشعب المغربي، يحبكم ويبغوكم، خصكم ديروا ليه خاطرو، أقعدة توفروا ليه غير المعيشة تكون مناسبة، الثمن مناسب. هادشي اللي كاين، الله يرحم ليك الوالدين، خلينا شي حل، خلينا شي حل الله يجازيك. الشريف اسمعني مزيان، الله يهديك، راه هاد الغوات راه ماشي في صالحك، وهاد الضجه ديالك راه ماشي في صالحك. باش نكون واضح، الغلا ديال المعيشه متبق من طنجه الى الكويره العزيزه. تما مشيتي اي مدينه مشيتي كتلقى الثمن ديال المطيشه بحال بحال، تلقى الثمن ديال البطاطا بحال بحال، ديال البصله بحال بحال، ديال اللحم بحال بحال. فين كاين المشكل؟ اذا انت خاص في المغرب الناس كلهم من طنجه الى الكويره العزيزه متبق عليهم هذا الغلاء ديال المعيشه، والناس عايشين. هادشي اللي كاين، اللي باغي يغوت يغوت، ما يهمناش حنا الاثمنه والقانون كيتطبق. فين كاين المشكل؟ اذا الا كنتي انت كتشري مطيشه ب 10 درهم ولا 15 درهم، فين كاين المشكل؟ كنتي كتشريها بقل، اذا هذاك الهبال راه داز، ما بقاش هذاك الهبال داز. اذا دابا معقول، وفي نفس الوقت هاد الغلاء ديال المعيشه حطاكم واحد الحماس خاص باش تخدموا. كنلقاو بعض المنازل ديال الناس كلهم كتلقاهم كلهم خدامين، كتلقى المراه خدامه، الراجل خدام، الوليدات خدامين، كلشي خدام، واحد الحماس كبير خاص للساكنه ديال المغرب. فين كاين المشكل؟ انا رايي عادي جدا، وبركه عليك من هذاك الطنز، راه غادي يخرج عليك. هذا هو الجواب ديالك. مشكله في هذه البلاد، وحق الله يا مشكله اخوتي، وحق الله هذه البلاد ما خدامه هذه البلاد اخوتي، هادشي ما خدامه المعيشه في هذه البلاد. ودابا البصله ساوية 15 درهم، الليمون ساوي 15 درهم، اللحم 2600، وزيد يزيد الغلا ديال المعيشة. ودابا كيفاش يعيش إنسان في هاد البلاد؟ واش هذا هو المغرب؟ وعلامة الساعة هادي. ملي نشريو اللحم ب 2600 ولا 3000 ريال الكيلو، ونشريو الزيت ب 2600، والبوطا نشارجيوها بواحد الثمن خيالي، ونديروا المازوت بواحد الثمن خيال. صراحة انا شحال نقول لك، هاد البلاد ما بقى فيها ما يدار، هاد البلاد ما بقى فيها ما يدار. انا غادي نقاد الباسبور ديالي وغادي نغادر، والله الا احسن لي نمشيو للجزائر كاع، الجزائر غنمشيو عند جيراننا كاع، نمشيو عند جيراننا في الجزائر احسن من هاد البلاد. ندو معانا واحد 10000 درهم ونصرفوها وتعطينا نعيشوا بها مدة عام في الجزائر. اما الا بقينا هنا 10000 درهم نخسرها في 15 يوم، هادشي ما خدامش هاد البلاد، هادشي ما خدامش اسيدي. الله يرحم لكم الوالدين، راه باش نوضح لك، الله يرحم لكم الوالدين، لقاو لينا شي حل. الا ما لقيتو لنا الحل راه غادي نمشي للجزائر، راه غادي نمشي للجزائر، راه الجزائر تما يعيشوا الناس تما بخير. راه ندي معايا 10000 درهم نصرفها في الجزائر تعيشني عام. قولوا لنا شي حل الله يرحم لكم الوالدين. هادشي راه بزاف الشعب المغربي بدا يغوت في الشوارع في اي بلاصه، وانتم ما لقيتوا لنا شي حل. لقاو لنا شي حل، لقيتوا لنا شي حل غادي نبقاو في هاد البلاد، ما لقيتوا لنا شي الحل راه غادي نهاجروا،
غادي نهاجروا للجزائر. حسب اللهم الجزائر ولا نبقاو في هذه البلاد، اش نحنا مستافدين في هذا الشيء هذه الروينه كامل؟ غنبصلا بواحد الثمن، مطيشه بواحد الثمن، كلشي خدام تلقاه في الدار، كلشي خدام متقاتلين ياك لاباس اش واقع، خدامين على من؟ على الكره والضو والماء والمصاريف والمعيشه. اش من حياه هذه؟ حتى لا باز ليكم بالله. بركه صافي افهمك فهمك صافي، غادي نشوف لكم شي حل صافي، غادي نحلوا هذا المشكل ديال الغلا ديال المعيشه صافي. بقيتي على خاطرك غادي نشوفوا شي حل، ولكن على هذوك الاثمنه اللي كتخيل في دماغك انت يكونوا راه ما غاديش يكونوا، ولكن انخفاض غيكون واحد شويه، الغلا غادي ينقص واحد شويه فقط باش تولوا على خاطركم. هذا الشيء اللي كاين. المهم هذا المشكل غادي نحلوه صافي. رمضان مبارك سعيد للجميع.